من الشغلات المهمة اللي دوما نحن بنصر عليها لأعمال المباني البلوك إنه نضع خلطة الإسمنتية على كامل وجه صف البلوك، مثل ما شايفين هون بنحط خلطة كاملة على وجه صف البلوك، ما بنحط خلطة هون على طرف وهون نحط على طرف على الطرفين، وبالنص ما بنحط شيء، مثل العادة يعني مثل الأعمال اللي بنشوفها بالأعمال التانية. لا، الأفضل نحط خلطة على وجه كامل البلوكة بخلطة اسمنتية ما يقارب من سنتيمترين تقريبا السماكة. السبب بكل بساطة لتشكيل تعشيق وزيادة ترابط بين الصف التحتاني والصف الفوقاني. طيب كيف هذا التعشيق؟ هذا هو مثل ما شايفين دول، هاي المنظر اللي شايفينه بالاسمنت، هذا المنظر اللي شايفينه بالاسمنت هو دخل بقلب البلوك، بقلب البلوكة الفوقانية يلي هنا شايفينها، دخل بقلبه وبالتالي صار في تعشيق. ما عاد الجدار يعني يتحرك، رح يكون مترابط اكثر واكثر. طبعا غير انه مركب شبك كل 3 رصات، غير انه نحط زوايا مع الخرسانه، غير اذا كان جدار خارجي بنحط عزل حراري، غير انه نعبي بين الفتحات البلوك، هي لازم تتعبى هون، ما خلصنا، تتعبى كلها بالكامل مثل ما شايفين هون نحن عبيناها. طبعا غير التكحيل، بتكحل من الطرفين. هذا هو طبعا الوزنية هذا كله من الأمور المهمة في أعمال المباني البلوك. إذا من المهم المهم جدا إنه نحط خلطة كامل على وجه البلوكة لزيادة ترابط الصفوف لزيادة ترابط صفوف البلوك مع بعضها البعض.